بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله ورحمه كل الساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهارده فراخ محشيه باللحمه المفرومه وراك دجاج كده بنجيبها ونحشيها لحمه مفرومه وبعد كده بندخلها عندنا الفرن، هنستمتع بيها ان شاء الله النهارده جدا. عندنا برضو النهارده طاجن كده جامد قوي، سجق بالبشاميل والبطاطس هتعجبك جدا، سلطه الفول الحراتي برضو هنعملها النهارده، حاجات كتير ان شاء الله نستفاد ونشوفها النهارده من برنامج المطعم. استنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات او اي مباركات او اي حاجه انت عايزه تعمليها تحت امرك طبعا. كل سنه وانتم طيبين جميعا، بمناسبه عيد الام، بمناسبه شعبان، داخلين على رمضان، كل سنه وحضراتكم طيبين. على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على شاشه 1710 من اي تليفون محمول، 0900 9710 من اي رقم ارضي. خش في الموضوع. الموضوع عندنا هو وراك الدجاج، بنجيبها الورك بيبقى كامل هو طبعا انت ما تخليش حاجه عشان انت ممكن تجرح حاجه، لو انت طبعا السكينه عندك اللي بتخلي بيها الرفيعه ديت تخلي بيها والدنيا تمام، او بتاع الفراخ نفسه هو اللي يخليها لك ويبططها لك عشان تبقى بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه. شايف عامله ازاي؟ انا بحب وراك الدجاج جدا لانها بتبقى مسمغه وجميله واللحم بتاعها بيبقى جامد جدا، وادي الجلد قدام حضرتك اهوت عشان هنلفه لحمه مفرومه، وبسيب قطعه كده من الدبوس نفسه اللي هي حته العظم الصغيره دي هسيبها عشان هنلفها وهنديها التتبيله بتاعتها. طيب بعد كده بنعمل لها حشوه اللحمه المفرومه. حشوه اللحمه المفرومه عباره عن نص كيلو من اللحمه المفرومه، وعندي كزبره مفرومه وعندي بصل مبشور وشويه ملح وشويه فلفل وشويه من البهارات. خلينا نشتغل في دي. اول حاجه عندي اول حاجه هنا اللحمه المفرومه، نزلها هنا. عندي بصلتين اتنين مبشورين، بعد كده اهوت عندي شويه من الكزبره الخضراء، نروح واخدين الباشا دول، شويه من الفلفل، عندنا ملح، شويه من البهارات، الفراخ. تمام كده يا باشا؟ تمام. ناخد الكلام ده كله ونسمغه كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمه المفرومه مع الكزبره مع شويه ملح مع شويه الفلفل والبصل المبشور طبعا، وكل الكلام ده ايه يتسمغ مع بعضه. تاكلي صابعك وراها بفضل الله. يا ريت بقى تاخدي الحاجه ديت وتقومي سايباها في الثلاجه شويه حوالي نص ساعه كده ولا حاجه على ما نحضر بقيه الايه المكونات بتاعتنا. تمام. يعني دي اول حاجه ايه هتعمليها. ادي اللحمه بعد ما خدت التوابل والبصل والكزبره بتاعتنا. تمام كده بنقوم راكنينها جانبا اهي. طيب نبدا نعمل عندنا الحاجه الثانيه اللي هي التتبيله بتاعتها، اللي هي عباره عن ايه بقى. بجيب عندي معلقه مستردة، بجيب عندي ميه بصل، بعد كده عندي ميه طماطم، شويه بهارات نفس الكلام، وبعد كده ايه شويه من الملح، وعندي شويه من الفلفل. ماشي كده يا باشا. ونقلب دول مع بعضهم كده. التتبيلة بتاعت الفراخ تبقى جاهزة معايا، والزيت مش دلوقتي خالص، الزيت اخر حاجة خالص هنبدأ نضيفها عندي على الفراخ بتاعتنا. طيب استاذ ابراهيم. الو، ازيك يا ابراهيم؟ ازيك شيف؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا حبيبي الشيف؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله. طريقة المكرونة بشاميل. المكرونة بشاميل عينيا الاتنين. حاجة تانية يا هيما؟ لا شكرا. ماشي يا حبيب قلبي، مع السلامة. هنا بنقوم واخدين ايه بقى؟ بصل، ايوه يا استاذ جيمي، حاضر. دي هنحطها فين؟ البصل ده في تحت الفراخ نفسها
قبل ما ندخلها فين الفرن. بسم الله اهو اقطع البصل ده شرايح. فلفل حامي. ونجيب ايه؟ ممكن نجيب بصله كمان كده ولا حاجه. نقطعها كده اهي. بعد كده بقوم جايب عندي نص طماطمايه كده ممكن تشتغل معاها وتعمل شغل عالي قوي. ماشي. وبعد ما قطعنا الكلام ده كله مع بعضه نقوم حاطينهم كده بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه فين عندي على الصاج اللي هنبدا نسوي فيه. ولكن هناخد شويه زيت صغيرين هنا في الصاج. نحط عندنا البصل والطماطم والفلفل الحامي. شوية ملح وشوية فلفل. وبعد كده اقوم واخد ايه؟ شوية من البهارات. ونقلب الخلطة ديت كده مع بعضها. حلو الكلام اهو. مدام اسماء ازيك؟ اهلا بك. ازاي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله والله تمام. الله يخليك يا مدام اسماء، اتفضلي يا فندم. بقول لحضرتك عايزه اعرف طريقه الحواوشي الاسكندراني. عينيا الاثنين. حاضر تؤمريني. شكرا ليكي جدا، مع السلامه. ناخد بقى الايه الباشا ده اول حاجه. اول حاجه ناخد ايه عندنا؟ ادي الورك بتاعنا الجميل. واقوم واخد عندي قطعه اللحمه بتاعتنا اصبعها كده. نقوم حاطينها هنا كده. ماشي. اللحمه المفرومه ممكن نديها حته كمان يا باشا. يلا عشان يبقى ايه الدنيا مليانه كده وحلوه. واخدينها كده اهو ونلف 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 ونلف. ورايحين فين؟ عندي على البصل ده حاجه تاكلي صابعك وراها، حاجه لوز. ماشي. ما تبلناش من جوه ولا حاجه، احنا لسه التتبيله هتبقى من بره. اهم حاجه اول ما بيجي الورك بتاعك لازم اللي انت تبططيه. يعني انا جايب مبط ومبططه فرده خالص عشان اعرف ان انا الفه. استاذ حسن. ايوه يا باشا. صباح الفل. صباح العسل. ازاي حضرتك يا استاذ حسن؟ حضرتك كتير. ازاي حضرتك يا فندم؟ انا ليا الشرف ان انا اكلم حضرتك والله. يا فندم الشرف لينا والله يا فندم. ربنا يحفظك يا رب ويبارك لك كده في دنيتك كلها يا رب ان شاء الله. يخليك لينا يا فندم. الله يعزك يا رب. الله يعزك. ربنا ينعم عليك بالصحه والعافيه كده والراي السليم كده ان شاء الله. الله يخليك يا عم حسن يا رب. تسلم تسلم يا غالي. الله. انا هستاذنك بس في سؤال. طبعا الوجبات والحاجات اللي حضرتك بتعملها دي فوق الوصف يعني. الله يحفظك. بس السؤال انا عباره عن ايه حضرتك؟ يعني مثلا السكينه اللي انت حضرتك دلوقتي قطعت بيها البصل دي. انا عايز اروح اشتريها. اما اروح للمحل اقول له دي السكينه دي اسمها ايه؟ انواع السكاكين بقى انت عايز انواع. بس هي الفكره والله. بس احنا يعني مش النوع. لا مش النوع. اسم ده اسم يعني اسم السكينه دي اسمها ايه؟ يعني مثلا طيب. انت اسباتيله مثلا. عايز اقول له هات اسباتيله. حلو. لا كلها لها اسماء. هقول لك على حاجه عشان نخلص الموضوع ده. بكره ان شاء الله، بكره ان شاء الله يا عم حسن من عينيا الاثنين هعمل لك فقره بسيطه كده مصغره عندي في البرنامج وهجيب لك انواع السكاكين هقول لك اسمائهم. هقول لك دي الايه ودي الايه ودي الايه ودي الايه. ولما تروح هناك تطلب دي للخضار، دي للحمه، دي للفراخ. كل الكلام ده ان شاء الله بكره بامر الله عشان اطلع لك او اشرح لك الموضوع كامل متكامل. اطلع لك السكاكين واقول لك انواعهم ان شاء الله واسمائهم كمان من عينيا الاثنين. حاضر. تعالوا نطلع نشوف عندنا اللحمه. الماركات بقى ديت بتاعتك انت في الاخر بقى. نشيل كده ونقوم حاطين هنا. ماشي الكلام. ناخد الباقي اهو. مدام رندا ازيك؟ ايوه. ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك. ازي حضرتك يا فندم؟
تسلم ايد حضرتك على كل حاجه بتعملها. ربنا يكرمك يا فندم، والله ده من ذوق حضرتك جدا. والله ده حضرتك اللي ذوق، والله تسلم ايدك. والله احنا عمالين نتخن يعني عايزين نخس ومش عارفين نخس. انا شغال كده وكده بقى. ما تجيبوش بقى العتاب عليا يا جماعه. ربنا يخليك لينا يا رب. الله يخليك يا رب، الله يحفظك. بعد اذنك يا شيخ محمد، انا كنت سالت حضرتك على الصفحه، بس طبعا حضرتك يعني ربنا يكون في عونك. الله يخليك. فما عرفتش ترد. الله يخليك، اتفضلي قولي، اتفضلي. كنت بسال حضرتك على الجبنه الموتزاريلا، عايزه نوع حلو، لان انا كل ما اجيب جبنه مفيش المطه دي خالص، جبنه عاديه خالص ما بتبقاش حلوه. عيني والله يعني بجيب احسن الماركات طبعا بدون اسماء، بس برضه ما بتطلعش كويس. ما هو التسويه يا فندم، ما انا ما اجيش اشغل الشوايه على اخر حاجه واحط الجبنه الموتزاريلا تحت الشوايه وعايزه تنط. لا، انت بتشغلي سواء بتعملي بيتزا او مكرونه بشاميل لازم تحطي الحاجه اكنك بتسوي كيكه، فبتحطي البايركس بتاعك في النص وتشغلي الفرن فوق وتحت، فاهمه ازاي؟ هتضمنك الجبنه تطلع كده. على فكره ما بيبقاش ساعات من نوع الجبنه قد هو ما بطريقه التسويه نفسها بتاعه الجبنه. وافضل حاجه يا جماعه اللي عايز ياخد وش مظبوط للمكرونات وللبشاميلات والحاجات ديت كلها والبيتزا، حط جبنه شيدر مع الجبنه الموتزاريلا، دي افضل حاجه تطلع لك الحاجه زي ما قال الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الف، حط هنا يا باشا. يبقى دي اوراق دجاج جبناها، جميله وسهله وبسيطه في العزومات ديت، حكايه وما بتاخدش وقت معاكي. الفكره بقى يعني اهم حاجه بعد ما مخلصه كده اقوم حاطط لها التتبيله واسيبها ساعتين اتنين او ثلاث ساعات في الثلاجه، ما تستعجلش عليها، براحتها خالص، تاخد وتدي مع بعضها كده. طيب هو انا ليه بقى الفكره ما حطيتش تتبيله في الاول قبل ما الف؟ لان لو انا حطيت تتبيله انا مش هعرف احكم عمليه اللف، مش هتطلع بالمنظر ده. يعني انت ممكن تحط شويه ملح وفلفل وماشي مفيش مشكله، لكن انا كده كده اصلا هغرقها في التتبيله دلوقتي، فمش محتاج ان انا احط لها من جوه. لكن لو حطيت لها من جوه قبل ما الف هتلاقيها نعمت معاكي ومش هتعرفي ان انت تلفيها. يعني تعالوا ناخد عندنا، بص بقى، التتبيله اللي هي المستردة، ملح وفلفل بهارات ميه بصل وميه طماطم، ماشي كده، ونقوم رايحين ومنزلين الكلام الجميل ده هنا اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده، نعمل ده ماجي. صباح الخير يا مايسترو. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك، عامل ايه؟ اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا شيخ، ايوه، انا عندي الولاد، في بيحب الوراك وفي بيحب الصدور، لو حبيت اعمل لهم بقى الصدور بنفس الطريقه. نفس الطريقه اه طبعا، مفيش اي مشكله خالص يا فندم، مفيش اي مشكله خالص يا مدام ماجي، هتنفع. افردهم عادي؟ تفرديهم عادي وتبطيهم وتبداي اللي انت تلفيهم، وهتلاقيها متسمغه اكتر من الوراك كمان، لان الاوراك نفسها فيها ماده جيلاتينيه، فبتلاقيها ممكن بتسيب منك وانت بتلفي، لكن الصدور هتبقى محكمه اكتر. ربنا يبارك لك يا رب. الله يخليك. الشهر الفضيل. الله يخليك يا رب. ايوه دعواتك بقى. شكرا. شكرا يا فندم. تعال ناخد يا جيمي الكلام ده كله ونروح فين؟ عندي على الفرن درجه حراره 180، زي ما قلت لك اصولها، تغطيها تقوم مدخلاها الثلاجه ثلاث اربع ساعات، وبعد كده تقوم واخدها وحطها في الفرن. استمتعي بالطعم. احنا عشان وقتها نقوم واخدين الكلام ده كله رايحين فين؟ عندي على الفرن واخليها تستوي معايا اهي، ونكمل التسويه بتاعتها. نخش على اللي بعده ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا اول حاجه الفراخ الملفوفه اللي احنا عملناها زي ما اتفقنا باللحمه المفرومه، وهي دلوقتي فين؟ في الفرن. علينا بس الفرن ونقلنا من هنا لهنا عشان نعلي اكتر عليها. طيب تعالوا نشوف عندنا السجق برضو، ده من الحاجات الجميله قوي والسهله جدا والاطفال هيحبوها قوي، السجق بالبشاميل والبطاطس. تعمل ازاي؟
بجيب عندي نص كيلو من السجق كده ونقطعه، يعني هو الصلاة مثلا يتقطع على ثلاثة، فما بلاش اكتر من كده، اكتر من كده يتهري معاكي اهو. تمام، ايه صدق اهو ماشي بسم الله. تعالوا ايه نقوم واخدين عندنا بوك عندي على النار، يبقى سخن كده، ونقوم حاطين عندنا السجق اللي احنا مقطعينه مكعبات هنا، ناخد له صدمه كده جميله، وبعد كده نبدا نقطع له مجموعه الخضروات. المقادير قدام حضرتك اكتبيها واحده واحده، ننفذها مع بعض. طبعا ما حطيتش ولا ماده دهنيه ولا حاجه، لان زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، هو الهنك نفسه اللي بيتصنع منه السجق هو عباره عن دهون، فمجرد ما يتحط في حاجه سخنه والطاسه بتاعتي مظبوطه او الوك بتاعي سواء جرانيت او تيفال ما فيش اي مشكله فيه خالص. فبصي ما فيش حاجه بتلزق نهائي، مجرد كده ما تبداي تحركي كده هو هتلاقي بدات الدهون تسيح من عليه، ومش محتاج ان انت تحطي اي حاجه ماده دهنيه عشان بس ما يبقاش طعمه تقيل على المعدة. ناخد عندنا البصل، اقطع البصل عندي جوانح، يا مدام مريم ازيك؟ الحمد لله، ازيك يا محمد؟ ازيك يا ست الكل، اخبارك ايه؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. انا بشكر حضرتك على الوصفات الجميله اللي بتعملها، الله يخليك ويبارك فيك، وبتعلم من حضرتك كتير يعني. يا فندم ده شرف لينا والله. شكرا، تسلم ايدك. الله يخليك، لو ليك اي سؤال تحت امرك. لا بس ممكن بنتي تكلمك؟ طبعا. اسمها ايه؟ هي بتحبك قوي. اسمها ايه؟ مكه. يا مكه، ايه الاسم الحلو ده؟ يا قمر يا حبيبتي، انت عندك كام سنة؟ يا وانتو سمي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك لبابا وماما. واضح. ربنا يخليها لكم يا رب ويبارك فيها. توم وبصل، ماشي الكلام. نقوم واخدين الاتنين دول ورايحين فين؟ على السجق وهو بيتشوح كده. وايه ومشوحين ده مع بعض. ايه تاني؟ ايه تاني؟ الطماطم. هذه الطماطم بتاعتنا. ماشي كده، وبعد كده ايه؟ اديها فلفل اخضر. فلفل اخضر لو انت بتيجي تعمليه، بصي من هنا كده بتمسكيها، انت بتمسكيها كده صح كده، تقومي ضغط عليها كده من جوه، بس الموضوع سهل جدا. وبعد كده تمشي البذر كده، انت والله ما تعرف تعملها. ماشي. بس هي الفكره ايه يعني؟ الفلفل الاخضر لازم يبقى جامد، يعني ما ينفعش ايه تجيبي فلفل فلفله تكون طريه شويه وتعمليها، يعني مش هتشتغل معاكي. اللي هتشتغل معاكي هي الايه؟ اللي تبقى ناشفه شويه، هي دي اللي بتظبط معاكي. فلفل حامي اساسي طبعا يا عم الحاج، حاجات بسيطه من الفلفل الحامي، وهم ايه مدين شويه الحاجات ديت شويه ايه سنه بسيطه جدا من جوزه الطيب، ورايحين على الايه؟ السجق الجامد ده اللي على النار. و
ونشوح. الله اكبر ما شاء الله. شويه فلفل صغيرين وشويه ملح. وشوحناهم كلهم مع بعضهم. الله. يا مدام داليا؟ ايوه. ازي حضرتك؟ كويسه الحمد لله. اهلا وسهلا. كيف محمد ازيك؟ ازيك يا مدام داليا؟ كويسه كل سنه وانت طيب. وانت طيبه. وكل العربيه بخير يا رب. بالصحه والسلامه. الله يخليك يا شيخ محمد، انا بتصل من اسكندريه بشكرك على كل اللي بتقدمه. احلى اسكندريه في الدنيا. صباح الفل. الله يخليك. اسكندريه النهارده الجو جميل. الله. كل الناس تيجي تزور اسكندريه. يا عيني يا عيني يا عيني. دايما يا رب كده دايما. تسلم يا شيخ محمد وكل سنه وانت طيب وكل القناه بخير يا رب. وانت طيبه يا فندم. وانت طيبه. شكرا. ربنا يخليك يا رب. تسلم ايدك. الله يخليك يا فندم. صباح الفل. اه طبعا اسكندريه لما الجو فيها بيبقى جميل، لا بتبقى ممتعه بصراحه، يا طول عمرها ممتعه، يا صيف والله برضو ممتعه جدا، الشتاء فيها ممتعه جدا جدا جدا، اي وقت ما عدا بس لما تيجي تمطر بقى صعبه قوي بصراحه يعني. كده السجق بتاعنا يا باشا دخل في التسويه. شويه السجق والله عجب اهو. تعالوا بقى نعمل عندنا البشاميل بتاعنا اللي احنا هنبدا نشتغل فيه دلوقتي. الفكره ان انا بجيب عندي لتر لبن، بعد كده عندي الزبده ماشي الكلام، وعندي الدقيق. نهرس البطاطس. البطاطس ازاي بتتهرس؟ بجيب عندي وك عندي واقوم حاطط عندي معلقه زبده، وبعد كده عندي نص كيلو من البطاطس ومعلقه كبيره من الكريمه مع شويه ملح. في حاجات الواحد بيقعد يدور عليها على الهوا واول ما اطلع فاصل بتلاقيها قدامك. والله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا دورت هنا 500 مرة. هي الله يسامحها هلا لخبطت الدنيا. الزبدة، ادي البطاطس المكعبات، ربع كوباية كريمة طهي، شوية ملح، ادي الملح، شوية فلفل صغيرين، ونهرس الكلام ده كله مع بعض، تطلع معايا حاجة محترمة قوي. أهو. ماشي كده أهو، كده البطاطس يا باشا جاهزة معانا. تتاكل بإيه ده بقى؟ تتاكل بالعيش. ماشي؟ احنا معظم اصلا اكلنا حلاوته بالعيش، يعني هو كل اكلنا بالعيش، وده احلى حاجه في الدنيا بصراحه. طيب ناخد عندنا البطاطس كده ونقوم راكنينها جانبا. يا مدام ربوب صباح الخير. صباح النور يا فندم، ازاي حضرتك؟ صباح الخير جيمي اوليفر العرب. صباح العسل، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وبالصحه والسلامه. واحلى اكل بالبساطه والجمال. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. بروفيشنال جدا جدا، ومش مخلينا عايزين اي حاجه. ميرسي يا هاني والله، ربنا يحفظك يا رب، ده من ذوقك. كل سنه وانت طيب يا رب، يعود عليكم الايام الخير. وانت طيبه. وانت طيبه وحضرتك طيبه بالصحه والسلامه والله. وبشكرك طبعا جدا، وبكلمك عشان اشكرك على كل حاجه وكل مجهود حضرتك بتعمله. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك والله جدا. انا اللي بشكرك على تليفوني. حضرتك بروفيشنال جدا. شكرا شكرا يا فندم والله، ده من ذوقك. شكرك. ميرسي جدا ليك، كل سنه وحضرتك. ده انا اللي ميرسي ليكي. شكرا يا فندم، ربنا يحفظك. مع السلامه. هنا البشاميل اللي بقى لو انا بعمله بحط عندي ثلاث مكعبات من الزبده. بسيحهم عندي هنا على النار، بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي كده.
بص انا بعمل هي ثلاث حاجات، بطاطس ماشي وبشاميل وسجق. حضرتك عايزك تستغنى عن حاجه استغنى عنها، يعني ممكن السجق مع البشاميل يشتغلوا الاثنين مع بعض، ممكن البشاميل البطاطس مع السجق الاثنين بس يشتغلوا مع بعض، الثلاثه يشتغلوا مع بعض. فانت حضرتك برضو ايه حسب الايه الموضوع حسب مزاجك. يعني ثلاث معالق من الدقيق، لا مانع خالص ان احنا نحط معلقه زيت صغيره مع البشاميل عادي جدا، وده بينعم لي الموضوع اكتر. واقلب الدقيق كويس جدا ونقلب كويس جدا الكلام ده مع بعضه ما شاء الله. تبدا اللي هي البشاميل اللي عندي يستوي معايا الزبده والدقيق، نبدا ننزل عندنا اللبن. يا مدام داليا. الو. ايوه يا فندم. كنت عايز اسال على الكرواسون. كرواسون من عينيا، عينيا الاثنين البيتي صح؟ اه لان التاني ده محتاج فرادات ومحتاج موضوع تاني خالص ومحتاج تبنيط فبيبقى صعب جدا، لكن انا اعمل لك هنعمل لك حاجه بيتي فان شاء الله. احنا كنا عاملينه قبل كده، هنحاول ننزل لك الحاجه ديت ممكن الحلقه ان شاء الله على الجمعه الجايه. هل هتحطها اللي هي المعجنات اللي كنا عاملينها البتي والكرواسون الساده؟ نعمله لك ان شاء الله، نعملها لك يوم الجمعه، او لو مست مستعجله بتخشي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه بي ان سي على الفيسبوك او اليوتيوب، حضرتك بتلاقي كل الحاجات ديت موجوده، اعملي سيرش بس عليها من فوق هتلاقيها طلعت لك. انزل بالدقيق اللبن واحده واحده كده. انا بحب اشتغل البشاميل كده شويه بشويه. ماشي اهو. وفي الاخر خالص تمام. حط بقيت الله ماشي. حط باقي كمية الايه؟ الدقيق اللبن اسف، وبعد كده بنقوم واخدين الملح والفلفل. كده يكون تمام. السجق يا جيمي خلاص هو استوى تماما، يعني هو السجق حضرتك لو انت بصيت عليه دلوقتي هتلاقيه معايا استوى تماما ومش محتاج يخش في تسويه اكتر من كده. ما هو ما شاء الله نص عامل ازاي. كده يكون جاهز معايا. طيب البشاميل ببدا ان انا اقلب فيه كده، ولازم وانت بتعمليه ما تعليش النار عليه عشان ما يشطش من تحت. اي حاجه بتتقل على النار، كريمه، رز بلبن، ما ينفعش تعلي النار عليها، ويا ريت تشتغليها في حله قاع مزدوج يا ريت عشان الحاجه ما تشطش من تحت، فده مهم. اه يا حبيبي ادي البشاميل اهو يا جيمي. بعد ايه ما يبدا يتقل كده نبدا نشيله جانبا. لا ده براحتنا خالص لسه بدري، سيبيه يعني سيبه براحته خالص. الفراخ طبعا هنبص عليها كده يا جيمي، تعالى بص اهي بدات اللي هي ايه تاخد اللون. عيني على الجمال، سيبها يا باشا براحتها خالص عشان هو المفروض اللي انا شويه هغطي عليها عشان اضمن تسويه من جوه. انت لو عايزه تغطيها بفويل قبل ما تدخلها الفرن مفيش مشكله، برنامج الهوا يا جماعه بتختلف عن ست البيت في موضوع التسويه. انا يهمني اللون والدنيا وبتاع، انت في البيت سوي بقى براحتك، حط الفويل بتاعك الجميل حطيها، لان انا من النوع اللي انا والله بحب اللي انا اطلع خصوصا السخن على الهواء، فاهمه ازاي؟ فبياخد وقت، يعني انا لو سويته براحته ده عايز ساعتين اتنين. الفكره اللي انا شلت الفويل وسويت كده، انت بقى حط الفويل وسوي براحتك في البيت براحتك. حلو قوي البشاميل اللي عندي تمام التمام قوي. يا مدام مديحه. ايوه ازيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا ابني بقول لحضرتك احنا متشكرين جدا يا ابني على اللي انت بتعمله يا ست. ربنا يخليك يا فندم، الله يخليك يا ست مديحه.
الله يخليك. انا دلوقتي بجيب الفراخ وبغسلها حلو وبعملها بالملح وبالدقيق وكله. أيوة. وبعدين لما باجي اسلقها بحطها في يعني بحط فيها ملح وفلفل وكل حاجه. حلو. وبعد ما بسلقها واطلعها اجي اما نيجي ناكلها الاقيها زفره. الله، لما دي من الفراخ نفسها من الاول. اما ايه؟ من دي من الفراخ نفسها من الاول. الفراخ هي اللي زفرة. اه طبعا، لان مستحيل يا ست مديحه بعد ما تعملي كل اللي انت بتقولي ده بتغسليها بالملح وبتغسليها بالليمون بالدقيق. اقول لك على حاجه، حط معلقه طحينه احسن 100 مره من الدقيق، معلقه طحينه كبيره في الغسل. وسيبيها منقوعه لمده ربع ساعه، طلعيها صفيها، لازم تصفيها. خلي بالك ممكن تكوني على فكره بتعمل زفاره، لو فيها اي كتل دم من جوه، عشان كده لازم تتاكدي من غسيلها كويس قوي. كتل الدم دي بتعمل زفاره. وبتشيلي الديل بتاعها، بتقصيها لازم، والاجنحه بتاعتها، عشان هم دول اللي بيعملوا زفاره في الفراخ. طيب حاضر. تمام؟ طيب. ماشي يا ست الكل. شكرا. بارك الله فيك، مع السلامه يا فندم، مع السلامه. عملت كده ولقيتها زفره، لا يبقى انت تغيري الراجل اللي انت بتجيبي منه. ناخد البطاطس ونركب بقى الطاجن الجامد ده. اهو عملها زي شكل طارت كده بالظبط. عايز اقول لك ايه، شويه عيش بلدي كده معاكي بس، ايه وروقي على حالك. الطاجن ده ان شاء الله حاجه محترمه قوي، بقول لك الاطفال هيحبوه جدا. ماشي، وزعنا ماشي. هو واخد عندي السجق حاطينه فينا على البطاطس بالخلطة الجميلة ديت. أنا جاهز يا أستاذ. وقت يا أستاذ ما تقول لي تمام. أنا تمام يا باشا، تمام كده. ونوزع الكلام ده مع بعض. ماشي، بعد كده إيه، بنقوم واخدين البشاميل كده. الله الله، طبعا لو عندك شويه جبن ولا حاجه عايزه تحطهم كده من فوق مفيش مشكله، هيشتغلوا معاكي زي الفل. نودي فين؟ عندي على الفرن لحد ما ياخد اللون بتاعنا الجميل، وبعد كده نبدا اللي احنا نطلعه. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نواصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، بنجيب عندنا ايه شويه جبن كده اهيت عليها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه اهو. نروح مدخلها فين؟ عندنا على الفرن، بشغل الفرن فوق تحت، فاهمه ازاي؟ اهو، والفراخ عندي خلاص داخله في التسويه برضو بتاعتها الجميله. تعالى نعمل شويه كده مكرونه كده شويه كده مكرونه سهلين قوي قوي قوي. ازاي بتعمله؟ فكره ان انا بجيب عندي طماطم، بقوم ايه مقشرها. ازاي طماطم عشان تتقشر دلوقتي؟ سهله جدا، انت بتجيبيها من كده، بس تبقى طبعا بتبقى الطماطم موجوده جامده، بتقوم عامله لك رص كده من فوق كده وكده كده، بس ما تنزلش اي ايه لاكتر من كده، وتقوم واخداها كده وتحطها في ميه سخنه
بعد ما تحطيها في ميه سخنه بالظبط 3 دقايق بتقوم شايلاها بتلاقي القشره دي طلعت في منتهى السهوله. بعد ما بتطلع بتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شيء ايه شايفاه. ماشي كده؟ طيب. حط عندي توم في الايه في الكبه هنا. 3-4 فصوص توم. ومعاهم ريحان ظهر ريحان. كفايه. هم قافلين. شوية مكرونة بالصوص الأحمر محترمين قوي. طيب. هاخد عندنا زيت الزيتون والكلام الجميل ده ونروح فين؟ عندي على وقع عندي على النار. أقوم حاطط عندي شوية زيت زيتون. وأقوم واخد عندي الريحان والثوم. ونحمصهم على النار. بعد كده بقوم واخد عندي الطماطم. بالظبط ما هم موجودين. موجودين والله. بقوم واخد عندي الطماطم. وبالسكينة كده. او لو عندك مثلا مبشره ولا حاجه والله براحتك يعني بسكينه كده مبشره مفيش اي مشكله خالص. عايزه تعصرهم في الخلاط برضو مفيش مشكله. عايزه تريحي نفسك ولا تعملي الطماطم اللي انا بقولك عليها بالشكل ده وتقومي عصرها في الخلاط برضو مفيش مشكله. فكره ان انا بشيل الجلد بتاعها منها وبقطعها عندي مكعبات. وبنعمها بالشكل ده. ناخد واحد كمان اهي. الاخبار مش عايزين نحمص الثوم اكتر من كده عشان بس ايه ما يحرقش في الصدر واحنا بناكله. ناخد عندنا الطماطم اللي احنا قطعناها مكعبات ديت ونروح عندي على الريحان والثوم. مين يا فندم؟ مدام سهام؟ الو؟ الو؟ ازيك يا مدام سهام؟ ازيك يا محمد يا حبيبي؟ ازيك؟ وانت طيبة يا امي بالصحة والسلامة. تسلم ايديك ربنا يخليك يا رب. خليكي لينا. تشفى للمرض. ربنا يخليك ويحفظك. بقول لك ايه يا محمد؟ ايه يا فندم اتفضلي. ما فيش طب ريحان اخضر ممكن الواحد يعملها بريحان ناشف في المكرونه؟ اه والله ينفع جدا والله تبقى حلوه قوي كمان مفيش اي مشكله خالص. واي حاجه واعلى حاجه من هتبقى من ايدك يا ست الكل زي الفل. يا رب يخليك. ده انت احلى حاجه من ايدك زي الفل. ربنا يخليك يا رب. يا رب يخليك يا محمد. كل سنه وانت طيبه يا امي. ايدك ومامتك الله يخليك يديكي صحه وتعافي يا حبيبي. ويخليكي لينا يا رب. تسلمي. كل سنه وحضرتك طيبه. مع السلامة يا ست سهام. ده الناس الكبيرة دي تحط بس ايديها في الأكل يطلع الأكل زي الفل. والله بكلمكم بجد مش محتاج أي حاجة تاني يعني. معلقة صلصة طماطم. ماشي كده أهو. وبعد كده مش هنستعجل دلوقتي ونحط عندنا الميه السخنه ما تتشوحوا بس يتشوحوا الاول مع بعض كويس والطماطم تنزل الميه بتاعتها. نبدا نقوم حاطين عندنا الايه الملح شويه فلفل والروائح الممتازه بتاعه الريحان مع الثوم مع الطماطم بدات تطلع وتظهر عندنا. بالظبط كده. اه خلي المعلومات دي لنفسك هتبقى حلوه جدا. ايه ربنا يبارك. حط عندنا ايه شويه ميه سخنه ونسيبها عندنا لحد ما تبدا اللي هي تتبخر والطماطم عندي تستوي معايا براحتها خالص.
عايزه تديها واحده كده بالهاند بلندر وتضربيها ضربه مفيش مشكله، عايزه تسيبها قطع كده لان هي مش هتبقى قطع قوي كده، تهرس شويه وتحط المكرونه عليها وتقدميها مع شويه جبنه بارميجان بالهنا والشفا. تعال نشوف الفراخ، لان الفراخ عندنا ايه استوت ما شاء الله ما شاء الله. الصلاه على النبي اهي. الناس اللي صايمه النهارده ايه تقوم تنفذ الوصفه ديت، شويه ميه كده نقوم حاطينها كده من فوق. حد يقول لي يا عم خدت اللون الاحمر ده ازاي؟ انا طبعا ايه، هي انا جبت معلقه صلصه مع شويه صوص من اللي نازلين دول ولمعت بيهم شويه صلصه صغيرين مع شويه صوص من اللي نازلين دول ولمعت بيها الفراخ وقمت مدخلها تاني، ده كان في الفاصل. فبص طلعت الحاجه عامله ازاي، حمام حمام ماشي. لا عايزه يعني انا مديها يعني مديها كمان خمس دقائق يا جيم هي تطلع مع السجق. بص هنا السجق ما شاء الله، انا اديت له شويه جبنه اللي من فوق وسبناهم يعيشوا عندنا كويس جدا، هي تبدا تحمر معايا هبدا ان انا اطلعها على طول لاني اصلا اوريدي كل حاجه مستويه معايا. نرجع هنا للايه للصوص الاحمر، مجرد ما يتبخر معايا هنبدا ان شاء الله ان احنا نطلعه. عندنا شويه سلطه بقى والتقديمات والكلام ده كله هنعملهم ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. ادي عندنا بطاطس والبشاميل وبالجبنه شغل عالي ماشي كده. طيب اللي بعده الفراخ، الفكره كمان هي لزقه جنب بعضها، فلما بلزقها جنب بعضها بتبقى احلى بكتير جدا عشان مفيش حاجه تفك ولا اي حاجه مني خالص. هنا الفكرة كمان اللي هي استوت تماما الحمد لله كده بقت زي الفل، متأكد متأكدين ان هي كده استوت خلاص. بنبدأ اللي احنا نجيب عندنا تونج كده صغير، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اصحى للحمام، عايزة تديها في حماية كده قبل الفطار، تديها في حماية وبالهنا والشفا يا سيدي. ده الدلع، في واحده كده باقيه كده يا جيمي احنا ممكن ناخدها ونحطها على بلانشه كده ونفتحها لك ونروقها لك. الفراخ بقول لك حمام مش فراخ. بص الكلام، انا بقول لك لوز 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 مقشر، لوز مقشر. اللحمه هي مستويه وكله تمام التمام، هناخدها كده طيب بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه ونقدمها كده. طيب تعالوا نعمل عندنا نوع من انواع السلطات برضو، او المكرونه بالاخبار. الله على الصوص، الله بعد ما تتبخر طبعا. بص بتبقى عامله ازاي بقى، يعني محتاجه تتقل كمان شويه بصراحه عشان احنا بناكلها نبقى مستمتعين. اضفت لها ايه في الفاصل، ضفت لها نص معلقه صغيره من السكر تظبط معايا الدنيا. تعالوا كده سريعا نصنع مع بعض شوية سلطة كده محترمين. طيب بيتعملوا ازاي؟ عندي طماطم شيري، عندي فلفل فول حراتي اخضر وموجود دلوقتي. وبالمناسبة والله بشوف في عربيات بتبقى موجودة، ما بيبقاش زي البلدي وكل حاجة، بس لما بيبان اذا كانت الحاجة بتبقى طازة ولا لا.
فانا كذا مره والله وانا معدي اجيب من عندهم الفول الاخضر الحراث الجميل بتاعنا المصري، يبقى كبير شويه وتخين شويه، مش بيبقى زي البلد الصغير بس مسكر صراحه يعني. يعني كذا مره بجيبهم العربيات اللي بتبقى موجوده ديت بيعجبني جدا. الفيك ده قشرناه قدام حضرتك، سلطه حلوه جربيها بس، هي رمان فلفل اسف فول حراتي طماطم شيري. عندي هنا بقى خس، وهاخد عندي خيارتين اتنين معاهم وبصلايه. وبعد كده بقى عندي الدريسنج بتاع السلطه عباره عن ايه بقى؟ زيت زيتون، دبس رمان، معلقه خل بلسمك، وعصير ليمون. طيب خلينا ناخد الحاجات اللي هي الخس الاول. زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، الخس ما بايه ما مش بنفرمه بالسكينه خالص عشان ما نفقدش الميه اللي فيه والقيمه اللي فيه، فبايديا كده اهو بنبدا حضراتكم اللي احنا نقطعه. ام عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا ام عبد الرحمن؟ الحمد لله. اهلا وسهلا، اتفضلي يا فندم. ممكن اسال الشيف محمد حميد؟ انا معاك يا فندم على الهوا. انا ممكن بس اسال على الحمام الكذاب اللي لسه حضرتك عامله؟ حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر من عينيا الاثنين. حاضر يا فندم، هنزلك المقادير بتاعته تاني وتالت ورابع، بس خلينا نعمل السلطه الاول عشان نبقى بس مركزين فيها. انا هنا خط الخاص، وبعد كده البصل، عندنا شوية طماطم شيري، طماطم أو طماطم عادية على فكرة تقطعيها مكعبات. بعد كده عندي الفول الأخضر، الفول الأخضر الحراتي بالشكل اللي حضراتكم كنا شايفينه، ونقلب. وهم جايب عندي الطبق اللي هنقدم فيه، شوية رمان، بعد كده بعمل عندي الدريسنج بتاعها عبارة عن ايه؟ زيت زيتون، خل بلسمك، معلقة صغيرة، عندي دبس رمان كفاية، بعد كده عندي عصير ليمون، وباخد الكلام ده كله مع بعضه ونبدا ان احنا ايه نضربهم كويس جدا. لما انا خالص نحط شويه ملح عليها، وبكده تكون جاهزه معايا. عايزين سوسيره يا جماعه، سوسيره صغيره كانت هنا اللي هي ام يد الصغيره، السوسيرة الصغيرة يا ميادة الله يكرمك. باخد بقى عندي السلطة ديت، طبيعة أي سلطة صدقيني تقدم كده والسوسيرة جنبها، ويتحط جنبها الدريسنج بتاعها، واللي عايز يزود يزود وساعتها تحط. ليه؟ لأن لو اتحطت الحاجة ديت على الخضار وعلى البصل هتلاقي الحاجة دي كلها بتدبل معاكي، لكن عشان تبقى لها شخصية كده السلطة وتبقى حاجة جميلة جدا وكده، أهي بنحط جنبها الحاجة بتاعتنا. أجيب بس الحاجة، شكرا. كده نعليها. بص يا باشا الجمال، الله. ايوه عايز تعمل فيا عينيا. ماشي كده تمام. طقم التوابل الشيك ده حطينا. بالمناسبه اطقم التوابل اللي انت بتشوفيها ديت كلها برضو من راك، فموجوده في برايتز هاوس. الاطقم اللي انت كل يوم بتشوفيها معانا
لان في ناس سالتني على السوشيال بتقول لي طقم التوابل ده دي مثلا الخل دي للزيت، ملح، الفلفل، السكريات، الحاجات دي كلها، سكر الشاي، القهوه، اللي انت عايزها تحطها فيها حطها عندك في المطبخ. ولهم عندهم اشكال كتير جدا، تقدري تخشي على صفحتهم، صفحه برايدز هاوس. هدايا عادي الام جايه، هم عاملين عروض مش طبيعيه بصراحه يعني، هم كل سنه بيتحفونا بالحاجات ديت ومنزلين عاملين عروض كده وباكج عروض جميله جدا جدا، من سواء الاطباق البورسلين اللي عندهم او اطباق الميلامين او الحلل الاسلامبوش، هم عندهم حاجات كتير يعني. الصفحه عندها، الصفحه موجوده عندهم، تقدري حضرتك اللي انت تخشي وتشوفي اللي انت عايزاه وتهادي بيها والدتك. فهم اصلا كده كده اوريدي عاملين زي ما قلت لك عروض تقدري تخشي عليها، وطقم التوابل ده موجود عندهم، الاطباق، اطباق الميلامين، الطاسات، الحلل، كل الكلام ده ان شاء الله تلاقيه موجود عندهم في برايدز هاوس. اتفضل. شايف بقى الصوص كده؟ تمام كده، تمام. بص عامل ازاي، هو ده الكلام قوي مظبوط قوي. ننزل عندنا بايه؟ المكرونه الاسباجيتي والمكرونه زي ما اتفقنا، ما تبقاش ايه، مسلوقه سلقه كامله يعني، ايه 3 ارباع سوا او 50% سوا كمان. ناخد الكلام ده كله اهو ونقوم ايه مقلبين شويه مكرونه بالريحان بالصوص الاحمر، حاجه معتبره. ناخد بقى الكلام ده كله نروح فين؟ الله، بص شكل الطاسه دي عامله ازاي، اقدم فيها المكرونه كده، مغريه جدا. شويه ريحان كده من هنا، يا سلام لو جبنا بارميجان صدقيني بتوديها في حته تانيه خالص. ونبدا ان احنا نقدم الحاجه ديت بالهنا والشفا. عايزه تحط عليها فراخ كده من فوق، مفيش مشكله، شغاله وزي الفل. دي كده المكرونه، وبعد كده عملنا البطاطس اللي بالبشاميل بالجبنه. تعالى اوريكي، رغم ان انا حاطط جبنه قليله جدا، ولكن انا بقول لك اهوت طريقه التسويه نفسها بتفرق. اهي شايفه المطه بتاعت الجبنه، رغم ان انا حاطط جبنه قليله جدا على فكره، ولكن ما بتنشفش مني لان انا بشغل الفرن فوق وتحت. السلطه والباشا، خلينا ديت نقدمها في طبق لوحدها. الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها، نقدمها بالشكل ده. دي كانت سفرتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. برنامج المطعم قدم لكم 4 اصناف، تقدري تشوفي الاعاده اللي ما اتفرجش عليها. وبعتذر لو انا ساعات ما براجعش الحاجه اللي انا عملتها، يعني في ناس ساعات بتفتح مثلا من نص البرنامج ما تعرفش احنا عملنا ايه في الاول. يمكن الحته دي مش عندي شويه، ان انا براجع الحاجه، ولكن والله احنا بنحاول على قد ما بنقدر. فريق الاخراج وجيمي بيحاول ينزل لكم الحاجه تاني وتالت ورابع المقادير، ولكن هي الناس ساعات بتطلب ان احنا بنقول المقادير مره واثنين وثلاثه، ولكن عشان احنا بنقدم كذا صنف، هي دي الفكره بس. فما اقدرش اعيد في الحاجه كتير، خصوصا برضو اللي بيتفرج عليا في الاول ما يزهقش، يفضل يقول لي يا عم كفايه خلاص حفظنا غيره. فاهمة ازاي؟ طيب بنحل الموضوع ده ازاي؟ عن طريق الإعادة اللي تبقى موجودة من الساعة 7 للساعة 8 على نفس الشاشة اللي قدام حضرتك ديت. أشوفكم على خير إن شاء الله، حلقة قادمة من برنامج المطعم، عندنا حلقة فطار بكرة عالمية إن شاء الله اتفرجوا عليها، وهنستعرض مع بعض بكرة السكاكين، عشان أقول لك كل سكينة للأستاذ حسن اسمها إيه وبتستخدمها لإيه. أشوفكم على خير، السلام عليكم.